تصاعدت وتيرة التوتر بين جمهورية قبرص وتركيا على خلفية محاولة تركيا الحفر في المياه التي تتمتع فيها الدولة الواقعة في شرق البحر المتوسط بحقوق اقتصادية حصرية في تنقيب عن الغاز الطبيعي. في ظل التصعيد الحاصل والتأزم في العلاقات بين الولايات المتحدة من جهة وتركيا من جهة أخرى، في ظل العديد من الملفات العالقة وعلى رأسها S-400 الروسية، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من مشروع تركي للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص التي تعتبرها الأخيرة منطقة اقتصادية تابعة لها، كما اعتبر الاتحاد الأوروبي المشروع بمثابة أنشطة غير قانونية. يبقى السؤال، في ظل هذا التوتر هناك من يؤكد أن بإمكان الولايات المتحدة أن تعرقل خطط روسيا والصين وتركيا في الشرق الأوسط برفع حظر الأسلحة المفروض على جمهورية قبرص اليونانية. تسيطر حكومة القبارصة اليونانيين على المنطقة الجنوبية التي تمثل ثلثي الجزيرة منذ انقسامها في عقاب الانقلاب الذي قام به القوميون اليونانيون في العام 1974. وردا على ذلك، غزت تركيا الجزيرة وأعلن القبارصة الأتراك عن تأسيس جمهورية مستقلة لهم من جانب واحد في العام 1983، وفي حين التزمت واشنطن بالقيود الدولية التي تمنع بيع الأسلحة إلى حكومة القبارصة اليونانيين، أخذت موسكو تمد الجمهورية بالأسلحة لسنوات، وجنت ثمار ذلك حين وافقت الجزيرة على استخدام السفن العسكرية الروسية لها لإجراء عملياتها في سوريا. قبرص أصبحت أيضا ملاذا آمنا لغسل الأموال الروسية وأفراد النخبة الروسية الذين ترددت أنباء عن حصولهم على الجنسية القبرصية في أقل من 6 أشهر مقابل استثمار 2 مليون يورو. وتعكف الصين أيضا على تعزيز العلاقات مع الإدارة القبرصية اليونانية، مما دفع بكين إلى وصف نيقوسيا بأنها شريك استراتيجي. ومن شأن رفع حظر الأسلحة أن يكون له فائدة إضافية تتمثل في ردع أي عدوان تركي في الشرق المتوسط، حيث أدى استكشاف موارد النفط والغاز قرب قبرص إلى إذكاء التوترات بين أنقرة ونيقوسيا. وترفض تركيا استغلال إدارة القبارصة اليونانيين للثروات الهيدروكربونية حول الجزيرة على أساس أن ذلك ينتهك حقوق القبارصة الأتراك في موارد الجزيرة. وفي الأسبوع الحالي دخلت سفينة حفر وتنقيب تركيا المنطقة الاقتصادية الخاصة التي يقول القبارصة اليونانيون إنها من حقهم، ما دفع السلطات القبرصية لتحذير طاقمها من التحرك لإصدار مذكرات اعتقال دولية بحقهم. معدات الجيش الأمريكي بما فيها أجهزة الرادار والسفن والمروحيات قد تساعد نيقوسيا على حماية ثرواتها من موارد الطاقة البحرية المكتشفة حديثا. وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هينت إن بلاده تشعر بالقلق من التزام تركيا بدء أعمال تنقيب بحري في منطقة تطالب بها قبرص باعتبارها منطقة اقتصادية تخصها. يذكر أنه في خطوة هدفها تحسين الأجواء في ظل تعثر المحادثات بين شطري جزيرة قبرص المقسمة، وللمرة الأولى منذ 8 سنوات تم نهاية العام الماضي فتح معابر جديدة بين الشطرين. وقبرص مقسمة منذ عام 1974 عندما غزت القوات التركية واحتلت ثلثها الشمالي ردا على انقلاب رعاه المجلس العسكري في أثينا سعيا لتوحيد الجزيرة مع اليونان. والحديث أكثر مشاهدينا حول هذا المحور، العلاقات التركية الأوروبية، يسعدني أن أرحب بضيوفي. مع من نيويورك دكتور مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي السابق ومحلل سياسي، ومن إسطنبول أيضا الأستاذ جواد كوك، صحفي ومحلل سياسي. ضيفي الكرام، أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. دكتور مهدي، لو أبدأ من عندك، مساء الخير أولا. مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام. أهلا بك. في ظل هذا التنديد الأمريكي الأوروبي بتنقيب تركيا عن الغاز في قبرص، إلى أين تتجه الأمور في هذه الجزئية أستاذ مهدي؟ وفي الحقيقة تحاول تركيا استثارة الولايات المتحدة الأمريكية للتلاعب في ملفات أخرى مثل الملف السوري، ولذلك لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستسمح لتركيا بالتمدد بهذا الشكل، وخاصة أن هناك تحذيرات أمريكية واضحة لتركيا على ألا تتدخل في هذه المنطقة، خاصة أن هناك منازعات في منطقة البحر المتوسط ما بين بعض من الدول. ولذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لتركيا باستخدام فترة انشغال الولايات المتحدة مع إيران بالتدخل في هذه المنطقة.
نعم ريثما يجهز الأستاذ جواد كوك دكتور مهدي عفيفي، يعني حقيقة في هذه النقطة هل هناك أيضا دعنا نقول الملفات العالقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا تلقي بظلالها على هذه النقطة في موضوع التنديد دائما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجيتها على وجه الخصوص بكل الإجراءات التركية ووصفها بالعمل الاستفزازي دكتور مهدي عفيفي؟ بالطبع تركيا مستمرة في استفزاز الولايات المتحدة الأمريكية والتنقل ما بين إيران طارة وروسيا طارة أخرى ومحاولة يعني التدخل في الشأن القبرصي كما نرى، لذلك الولايات المتحدة ستأخذ موقف حاسم من تركيا لأن الأتراك يحاولوا التلاعب بالقضايا أو الملفات كما ذكرت الأخرى في الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بأسلوب لم تعهده الولايات المتحدة من تركيا من قبل، ولذلك مع تعقد العلاقات الأمريكية التركية تحاول ويحاول نظام أردوغان أن يستخدم ملفات أخرى للضغط ولإثارة يعني تشويش على الملف الأساسي ألا وهو التدخل في شمال وشرق سوريا ومحاولته لتصنيف الأكراد بشكل غير مقبول دوليا ولا عالميا. أعتقد أن هذه المسألة لن تجدي مع الولايات المتحدة. اسمح لي أن أرحب بضيفي من إسطنبول الأستاذ جواد كوك. أستاذ جواد مساء الخير. مساء النور لك ولي ضيفكم مشاهدينا الكرام. أهلا بك أستاذ جواد. دول شرق المتوسط حقيقة تجمعها جميعها موضوع الغاز في المتوسط، وأيضا نقطة في غاية الأهمية خلافها مع أردوغان وسياساته الخارجية على وجه الخصوص. إلى أين تتجه الأمور في موضوع التنقيب عن الثروات والغاز في شرقي المتوسط بين كل هذه الدول من جهة وتركيا من جهة أخرى؟ حقيقة الأمر بالنسبة إلى الغاز في البحر المتوسط أن هناك خلاف بين تركيا وبين اليونان من جهة وبيننا وبين إسرائيل ومصر من جهة أخرى بهذا الموضوع. حقيقة الأمر أن دولة مصر اختارت الجانب اليوناني وإسرائيلي في التعاون في هذا الموضوع لأن الغاز المفروض بعيد عن الحدود البحرية التركية بصراحة، لكن المشكلة الأساسية ليس هذا، المشكلة الأساسية في الخلاف بيننا وبين اليونانيين حول جزيرة قبرص. يعني ما دام مشكلة القبرص بيننا وبين اليونانيين موجود يعني لا يقدر الطرفان يأخذان بما يريدان في هذه المنطقة. ولهذا السبب ما دام لا يحل مشكلة القبرص يعني أنا أظن أنه لا يصل إلى قضية الغاز إلى نتيجة مطلوبة بصراحة. نعم طيب الفكرة أنه ليست فقط مصر واليونان وقبرص هما على خلاف في هذه الجزئية مع تركيا، نجد أيضا تنديدات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الاتحاد الأوروبي الذي يبدو يمضي باتجاه عكس ما كان يرنو إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن دول الناتو ستقف مع تركيا في موضوع غاز المتوسط. أستاذ جواد كوك، يعني دول أعضاء حلف الشمال الأطلسي الناتو لم يقفوا لحد الآن مع تركيا في أي قضية من القضايا، حتى في قضية الأكراد في شمالي سوريا رأينا الأمريكان رجحوا الأكراد على تركيا بصراحة وكانوا يحملون الأسلحة من قواعد العسكرية الأمريكية في تركيا إلى حزب العمال الكردستاني ووحدة حماية الشعبية. هذه المشاكل موجودة بصراحة. العلاقات التركية الأمريكية أو حلف الشمال الأطلسي مع تركيا في أسوأ حالاتها في تاريخ العلاقات بيننا وبين هؤلاء. ولهذا السبب عند رجب طيب أردوغان عنده خيبة أمل من التعاون بيننا وبين حلف الشمال الأطلسي الناتو. هم أخذوا موقف مع اليونانيين ومع إسرائيل في قضية الغاز، يعني يريدون من تركيا خطوات إيجابية للانسحاب من هذه المنطقة تماما. طبعا هنا نقطة مهمة أيضا في الخلاف بيننا وبين اليونانيين أنه في جزيرة قبرص تركيا سعت
أن تلتحق الشمال قبرص إلى الاتحاد الأوروبي، أو لكن الاستفتاء التي جرت في جنوبية قبرص، الروم واليونانيون تركوا ورفضوا توحيد الجانبين التركي واليوناني. يعني حقيقة مشكلة معلقة أكثر من 45 عام لا زال في جزيرة قبرص. أنا لا أظن تحل المشكلة بالسهولة. نعم نعم دكتور مهدي عفيفي، استمعت إلى الأستاذ جواد كوك، يعني حقيقة يقول بأن الكل في هذا الموضوع وفي هذه النقطة تخلوا عن تركيا. هنا في ظل هذه الملفات العالقة والعلاقات الشائكة دعنا نقول والشد والجذب، هل الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص ستذهب بخطوة للأمام وترفع موضوع استيراد أو حظر رفع حظر الأسلحة إلى قبرص دكتور مهدي عفيفي؟ أعتقد أن سبب ما فيه النظام التركي هو التصرفات، وتصرفاته أدت إلى تخلي أوروبا عنه، ومن ثم من قبلها تخلي الولايات المتحدة الأمريكية، لأن يحاول نظام أردوغان أن يتحكم في العالم برؤيته، سواء من التدخلات في سوريا وسواء من يعني الارتماء في أحضان روسيا، مما أدى إلى عدم الثقة سواء من الأوروبيين أو من الأمريكيين. مسألة قبرص كما ذكر ضيفك الكريم مسألة معلقة لفترة طويلة، ويرى البعض أن الأتراك هم المعتدين وأن لابد من أن يكون هناك حل لهذه المسألة. تركيا ما تقوم به الآن في معظم القضايا هو إلقاء الوقود على النار، سواء كانت في شمال سوريا أو حتى في المسألة القبرصية. فلذلك أعتقد إن لم تحاول تركيا العودة إلى المجتمع الدولي وعدم التهديد بمسألة مثل المهاجرين مثلا مع أوروبا، وعدم الالتقاء في أحضان روسيا تارة والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل مع إيران تارة أخرى، قد يمكن للمجتمع الدولي أن يتقبل تركيا مرة أخرى. لكن بهذا الأسلوب وهذه التصرفات هي التي أدت لهذه النتيجة، وستكون هناك نتائج أخرى إن حاولت تركيا يعني التمدد أو تغيير ما يحدث في أرض الواقع. أعتقد أن هناك عقوبات أمريكية قوية أخرى سيتم تطبيقها على تركيا، وقد تؤدي إلى انهيار جديد في الاقتصاد التركي. نعم أستاذ جواد، يعني سمعت إلى الدكتور مهدي عفيفي يقول بأن السياسة الخارجية التركية هي السبب الرئيسي ونقطة الارتكاز لرسم تعامل باقي الدول معها. الآن هي تذهب باتجاه روسيا أكثر، ويبدو أنها تعول على السلاح الروسي والدور الروسي والموقف الروسي فيما يتعلق بقبرص والغاز المكتشف هناك. دكتور أستاذ جواد كوك، يعني أنا أعتقد أنه القضية، يعني قضية قبرص أولا رأس المشكلة في قضية الغاز من جهة التركية طبعا. كلما ترسل الجانب اليوناني، كلما يرسلون سفن للفحص والتحقيق عن الغاز في المنطقة، تركيا أيضا ترسل غاز إلى هناك، إلى سفينة إلى هناك للتفحص عن الغاز. لكن بشكل أساسي علاقاتنا مع جميع الجيران في منطقة ليست إيجابية بصراحة. بدءا من سوريا ثم مع إسرائيل نفس المشاكل موجودة، مصر مشكلة، يونان مشكلة، يعني من أنه حاولوا أن تصفير المشاكل، الآن كل المشاكل. يعني لماذا علاقاتنا مع مصر ليست جيدة حتى ترجح دولة مصر الكبرى إلى العلاقات مع إسرائيل واليونان؟ يعني هؤلاء يرجحونهما على الأتراك بصراحة، لأنه علاقاتنا ليست جيدة لجهة أن الحزب الحاكم هنا يرجح مصالح حزبه ومصالح أيديولوجيات المتطرفة إلى أن يرجحنا وطننا وبلدنا. بصراحة يعني الجانب الروسي لا يقدر يتدخل كثيرا بهذا الموضوع، الموضوع بيد مصر وإسرائيل واليونان. الحكومة التركية نعم من حقها أن تدافع عن حق تركيا، عن
حق الأتراك في جزيرة قبرص، لكنه بداية علينا تطوير وتحسين العلاقات مع جميع الجيران في قضايا العربية. نحن نقف أمام العرب في القضايا العربية بدلا من أن نقف معهم في كل القضايا العربية، ولهذا السبب نرى هذه المشاكل الموجودة في المنطقة. نعم دكتور مهدي، بالعودة إليك، هل غاز قبرص الآن هو بمثابة من يدق ناقوس الخطر دوليا لمواجهة الغزو التركي كما سماها الرئيس القبرصي؟ في الحقيقة مرة أخرى يغامر أردوغان بالدخول في لعبة جديدة لا يستطيع احتمالها. كما ذكر ضيفك الكريم، أردوغان في موقف لا يحسد عليه من جميع الدول، وحتى روسيا الآن تتعامل معه بسبب أنه محتاج لها، ولكن لا يمكن وصفه بأنه حليف أو يعني نظير إلى روسيا. إضافة أن يعني في إخفاقه في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الدول العربية، وانضمامه إلى إيران في وقت العالم أجمع يقاطع إيران ويعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على يعني تحجيم الدور الإيراني في المنطقة، أدى إلى زيادة عدم الثقة بالنظام التركي. أعتقد أن هناك تخبط شديد في التعامل في هذه المسألة. التدخل الجديد في قبرص ما هو إلا قضية جديدة يفتح النار على نفسه منها. يعني أعتقد أن الأتراك كانوا في غنى عن هذه المسألة. هناك اتفاقات دولية تمت مع مصر وإسرائيل واليونان في هذه المنطقة التي كانت فيها تعقيدات كبيرة في مسألة التنقيب عن الغاز. دخول تركيا على الخط يجعل كل من الأطراف، سواء كانت مصر أو إسرائيل أو اليونان أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية، تتعامل مع تركيا بشكل مختلف قلبا وقالبا، مما قد يؤدي إلى اشتعال نوع من الضغوط الأخرى في هذه المنطقة. نعم أستاذ جواد، لماذا تركيا لا تقبل باتفاق ترسيم الحدود الذي حدث عام 2013؟ أستاذ جواد، يبدو أني فقدت الاتصال معه. دكتور مهدي، أوجه دفة السؤال لحضرتك، برأيكم لماذا هذا الرفض التركي باتفاق رسم الحدود الذي حدث عام 2013؟ أخي العزيز، تركيا اعتدنا ألا تفي بعهودها. يعني هذه ليست جديدة من النظام التركي. النظام التركي يحاول فرض سيطرته على كل شيء، متخيلا أنه يعني يستطيع إعادة إحياء الدولة العثمانية مثلا. فتصرفاته بهذه الطريقة أدت إلى شبه عزلة. يعني لو نظرنا إلى ما يحدث الآن مع نظام أردوغان، هي شبه عزلة دولية من أقرب الأقربين في المنطقة ومن أكبر الحلفاء. كانت في يوم من الأيام تركيا من أكبر حلفاء الولايات المتحدة في هذه المنطقة. تصرفاته أدت إلى ما نراه الآن، وأعتقد أنه مستمر على هذا المنهج الذي قد يضر المواطن التركي ويضر الشعب التركي ويؤدي إلى أزمات طاحنة في هذه البلد. نعم أستاذ جواد كوك، يعني لماذا لا تقبل تركيا باتفاق ترسيم الحدود الذي حدث عام 2013 فيما يتعلق بالمياه الإقليمية بينها وبين قبرص؟ كما قلت، يعني القضية ترجع إلى المشكلة الأساسية السياسية بيننا وبين القبرص. يعني المشكلة أكبر من أن يفكر أشقاؤنا العرب. يعني مشاكل تاريخية من زمان العثمانيين لحد الآن. الجانب اليوناني قتلوا الأتراك كثيرا هناك، يعني قاموا بالمجازر وإبعاد جميع الأتراك، فتركيا دخلت بالجيش ولم تخرج من هناك، وأنا كنت شخصا جنديا هناك في الجانب التركي. يعني مشاكل كبيرة جدا. تقصد في قبرص أستاذ جواد؟ في قبرص طبعا. يعني مثلا أعلنوا الجمهورية، الآن شمال القبرص عندهم جمهورية لكنه لم يعترف بها حتى الجمهوريات معترفة فقط من قبل تركيا. يعني حتى أذربيجان مثلا من أقرب الحلفاء لتركيا أيضا لم يعترفوا، لأنه لا يوجد هكذا قانون، لكنهم أعلنوا الجمهورية. وهناك مقاطعة
كبيرة جدا إلى شمالية قبرص. يعني طيب في ظل هذا الموقف التركي حقيقة الضعيف دعنا نقول، ما هي مبررات تركيا الجيوسياسية حتى تكون قوية ويكون لها أوراق ذات ضغط عالي في هذه المسألة والعديد من المسائل الأخرى على رأسها موضوع الغاز أستاذ جواد كوك؟ بالنسبة إلى الغاز لا يوجد حل، يعني لأنه لم يبقى لنا حليف في المنطقة، لا سوريا ولا لبنان ولا إسرائيل ولا مصر ولا اليونان، يعني مع الجميع عندنا مشاكل إلا لبنان شيئا ما من الحيادية في هذه القضية، لكن بشكل خاص علينا أن نرجع إلى مصالح بلدنا ووطننا من تأسيس العلاقات بيننا وبين سوريا وبيننا وبين مصر، لأن القضية ترجع إلى أشقائنا العرب أولا. طب في ظل حزب العدالة والتنمية هل هذا ممكن تحقيقه في مكان؟ كنت أريد أن أقول مع وجود هذه الحكومة مشكلة كبيرة جدا. يعني ليست أنه لست هي حياديا أو أنتقد الحكومة، لا، أصلا كل من موجود في داخل تركيا يقول مثلا لماذا تركيا صارت تابعة للسياسة القطرية؟ يعني لو نأخذ الخارطة أمامنا خارطة العالم هل نقدر نجد قطر أين؟ لكن تركيا يعني الآن كل يسأل تركيا جمهورية تركيا الكبرى كيف صارت تابعة لقطر مثلا؟ يعني علينا أن نرجع إلى أصولنا، أن نكون وطنيين لا أيديولوجيين ولا حزبيين، لكن رأيت أنه الفشل في السياسة الخارجية واضح، ليس في داخل، ليس من جانب السوري هذه الانتقادات، بل كل العالم وكل داخل تركيا أيضا يعرفون أن الفشل واضح، عليهم أن يرجعون إلى أصولنا. من جهة أخرى بالنسبة إلى الغاز، نعم من حق تركيا أن تتفحص في المياه القريبة من تركيا، لكن بشكل عام علينا أن نرجع إلى حل مشكلة قبرص كما قلت. وإلا يكون كل شيء، كل فحص هناك غير الشرعي في البحر المتوسط. نعم دكتور مهدي، سؤال أخير أختم معك الطاولة المستديرة الليلة، يعني في ظل هذا السجال التركي القبرصي اليوناني المصري الإسرائيلي، كيف ستحل هذه المعضلة؟ هل هي عن طريق الحكم القانون الدولي أم ماذا؟ أم سيكون هناك خيار عسكري أم ماذا دكتور مهدي؟ أتمنى أن لا نصل إلى الخيار العسكري، أعتقد أن أردوغان يحاول التصعيد والتهديد، لكن في هذه المسألة بالذات الخيار العسكري مستبعد. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ستحاول التدخل من وراء الكواليس لمنع تركيا من محاولات الاستكشاف في مناطق ليست لها حق بها، وهي نوع من أنواع الضغط الذي يحاوله نظام أردوغان المتهالك بعدما أصبح في مأزق دولي، يحاول اختراع قضية جديدة للظهور على الشاشة الدولية. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي والدول الأوروبية لن تسمح لتركيا بذلك، بس لا أعتقد أنه ستتوجه الأمور إلى يعني المسألة العسكرية. نعم. ضيفي من نيويورك دكتور مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي السابق ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك على كل الكلام القيم الذي أثريت به حلقتي لليلة، وشكر لك أيضا ضيفي من اسطنبول الأستاذ جواد كوك صحفي ومحلل سياسي على كل الكلام القيم والطيب الذي أضأت به حلقتي لليلة. الشكر الأعظم لكم مشاهدينا، على طيب وحسن وكرم تابع، دمتم بخير، إلى اللقاء.